لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، مشاعر لبيك لا نقول شريك لك لبيك، ونكرر مرة أخرى أجواء ومشاعر والنعمة لك تسكن فيها العبرات وتستجاب فيها الدعوات وتتجلى فيها الرحمات. لبيك يا رب، اللهم يا رب اجعلنا من حجاج بيت الحرام يا رب. لا شريك لك. معنا الآن على الهواء فضيلة الأستاذ الشيخ وحيد عبد السلام بالي من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ ملهم، يا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من صعيد عرفات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ماذا تريد أن تقول لنا في هذا اليوم الكريم المبارك فضيلة الشيخ وحيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رسالة من صعيد عرفات، وأنا أنظر إلى الحجيج وهم يلبون بقلوب خاشعة ونفوس خاضعة، والكل يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. العيون جامعة والقلوب خاشعة والنفوس خاضعة، والكل يتضرع إلى الله بذل وانتصار، والكل يلجأ إلى رب عزيز غفار، كلهم يدعو ربه، هذا يدعو بالإنجليزية، هذا بالفرنسية، وهذا بالتركية، وهذا بالألمانية، لغات مختلفة، والله جل شأنه لا يشغله لسان عن لسان. منظر عجيب غريب، تتآلف فيه القلوب وتتحاب فيه النفوس، اجتمع المسلمون من كل بقاع الأرض من أقطار مختلفة، كلهم ربهم واحد وإلههم واحد ودينهم واحد ورسولهم واحد صلى الله عليه وسلم. أقول يا أمة الإسلام، هذا الاجتماع الطيب يذكرنا بوحدة المسلمين، فعلينا أن نتحاب جميعا، وعلينا أن نتآلف في جميع بقاع الدنيا. من ظلمك فسامحه، ومن كان بينك وبينه خصومة فصالحه، لأننا كلنا سنلجأ إلى الله جل وعلا. ثانيا، يذكرني هذا المنظر، الكل يلبس الرداء والإزار الأبيضين، كلهم مبيضين وقد أعروا رؤوسهم انكسارا وذلا لله جل وعلا. هذا يذكرنا بيوم القيامة، يوم الطامة، يوم الزلزلة، يوم القارعة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان، يوم شديد مستطير حظه في الخلق منتشق عظيم الشان، يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان. أيها المسلمون الفضلاء، أناديكم من صعيد عرفات، أناديكم من أرض المغفرة، أناديكم حيث يداه الله عز وجل بحجيج بيته ملائكته. انظروا يا ملائكتي إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يريدون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. اللهم إني أسألك في هذا المكان الطيب المبارك أن تعرف بين قلوب المسلمين، وأن تجمع شملهم، وأن توحد كلمتهم. اللهم إنا نسألك ونحن الأذلاء المنكسرون بين يديك، أن تنصر إخواننا المجاهدين في سوريا، وأن ترحم إخواننا في بورما وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا إلهنا يا سيدنا من صعيد عرفات، نسألك أن تقر أعيننا، أن تقر أعيننا بتطبيق شرعك على أرضك. اللهم أقر أعيننا بتطبيق شرعك على أرضك. وأخيرا أسألك يا ربنا ونحن الأذلاء المنكسرون بين يديك، ألا تنزلنا من عرفات إلا وقد غفرت لنا.
اللهم لا تنزلنا من عرفات إلا وقد غفرت لنا. أيها المسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا شيخنا الحبيب فضيلة الأستاذ الشيخ وحيد عبد السلام بالي، شكرا جزيلا. يعني مشاعر يا رب يا رب يا رب اكتبها لنا العام القادم يا رب، اللهم أمين يا رب اللهم أمين. معنا أيضا فضيلة الأستاذ الشيخ علاء سعيد. شيخ علاء نريد الدعاء، يعني نريد الدعاء الطويل من حضرتك والكلمات المؤثرة. شيخ علاء أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله فيك أستاذ ملا. الله يكرمك. نريد الدعاء. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين. اللهم يا إلهنا أنت مولانا، لا إله لنا سواك ندعوه، لا رب لنا غيرك نرجوه، من نقصد وأنت المقصود، من نرجو وأنت الرب المعبود، وإلى من نرفع أكف الضراعي، وأنت صاحب الكرم والجود. يا رب. يا منقذ الغرق يا الله، يا منجي الهلك يا الله، يا سامع كل ندوة يا الله، يا سامع كل ندوة يا الله، يا ودود يا الله، يا ودود يا الله، يا ذا العرش المجيد يا الله، يا فعال لما تريد يا الله، يا قاضي الحاجات يا الله، يا سامع الأصوات يا الله، يا عالما بالخفيات يا الله، يا عالما بما هو آت يا الله، يا عالما بما هو آت يا الله، يا رب الأرض والسماوات يا الله، إنا ضعفاء لا نقوى على عذابك وسخطك، فحرم وجوهنا وجلودنا جميعا على النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمة منك يا عزيز يا غفار. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على أعدائنا. اللهم لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين، فأصبح في الدنيا من الخاسرين وفي الآخرة من النادمين. اللهم وآتي نفوسنا تقواها، زكاها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم أنت وليها ومولاها. اللهم أحينا جميعا على لا إله إلا الله، اللهم أحينا جميعا على لا إله إلا الله، وأمتنا على لا إله إلا الله، وبعثنا على لا إله إلا الله. اللهم وحد صفنا على ما يرضيك. اللهم وحد صفنا على ما يرضيك. اللهم اجعل نصرنا أمنا أمانا، وحد صفها يا رب العالمين. اللهم وحد صفها يا رب العالمين. اللهم سقها إلى ما تحب وترضى. اللهم سقها إلى ما تحب وترضى. اللهم وتقها إلى ما تحب وترضى. اللهم كل من حرم من الحج في هذا العام فارزقه الحج في العام المقبل يا رب العالمين، ولا تحرمه من الأجر العظيم. اللهم لا تحرمه من الأجر العظيم. اللهم لا تحرمه من الأجر العظيم. اللهم وحد شمل أمتنا. اللهم وحد شمل أمتنا. آمين. اللهم طهر قلوبنا. آمين. اللهم طهر قلوبنا. آمين. اللهم زك نفوسنا. آمين. اللهم زك نفوسنا. آمين. اللهم وإنا في طائف عرفات في يوم كما قال رسول الله، خير ما طلعت عليه الشمس ففي هذا اليوم تباهي من الملائكة. اللهم اجعلنا جميعا بآبائنا وأمهاتنا وأحبابنا وإخواننا وأخواتنا مغفورا لنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين. وانصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين، واجعلنا جميعا ممن يعمل حياة بالتربية قولا وعملا
نجيبك في كل أمر ونطيعك ونقادر إليك في كل أمر ونجتنب كل نهي. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. يا رب تقبل، يا رب تقبل. شكرا جزيلا فضيلة الأستاذ الشيخ علاء سعيد، أسأل الله تبارك وتعالى القبول يا رب، أسأل الله تبارك وتعالى القبول، أسأل الله تبارك وتعالى القبول يا رب العالمين. معنا أيضا فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد جلال. أهلا وسهلا شيخ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. الله يبارك فيك يا رب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منك ومن كل الحجاج يا رب. اللهم آمين يا رب. آمين يا رب. آمين يا رب. ماذا تريد أن تقول للشباب المسلم اليوم الشيخ أحمد؟ والله أنا في البداية يعني أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولهم هداية ومغفرة. عايز في البداية أقول ربنا سبحانه وتعالى يعني أعطى ميزة لأهل عرفات. هذه الميزة أن الله سبحانه وتعالى كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله سبحانه وتعالى قد غفر لأهل عرفات ولمن شفعوا فيهم. فأنا أشفع الآن عند الله عز وجل لكل إخواني وكل أخواتي الذين لم يمن الله سبحانه وتعالى عليهم بالحج في هذا العام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم جميعا بإذن الله في العام القادم في عرفات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا العام القادم في عرفات. دي الأمر الأول اللي حبيت أن أنا أقوله. أما الرسالة الثانية اللي حب أوجهها لكل الشباب، عايز أذكرهم أن الله سبحانه وتعالى قد أخذ الميثاق علينا جميعا في هذا اليوم العظيم. أخذ علينا الميثاق أن نعبده ولا نشرك به. أخذ علينا الميثاق أن إحنا نقيم شرعه في الأرض. فريت يكون يوم عرفات هو يوم نصر لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة لتطبيق هذه الشريعة. وبالمناسبة أدعو كل الشباب غدا بإذن الله للمظاهرة اللي هتكون إن شاء الله موجودة بإذن الله في الميادين. أما النصيحة الثالثة اللي عايز أوجهها لكل الناس، عايز أقول لهم افتكروا إن اليوم ده يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤي الشيطان أصغر ولا أحقر من يوم كهذا اليوم. لما يمن الله سبحانه وتعالى فيه على الناس من الرحمات ومن المغفرة لازم نتذكر مرة ثانية. نقول كل الشباب تذكروا عدو الشيطان لكم مرة ثانية. تذكروا أن هذا العدو المبين الذي يريد أن يأخذ أيدينا من طريق الجنة إلى طريق النار، نحن نستعيد بالله سبحانه وتعالى به ونخالف في طريقه ونخالف في هديه ونلتزم بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عايز أقول لكل الناس النهاردة التجوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. في هذه الأيام يستجاب فيها الدعاء كما قال أبو الدرداء، عليكم بالدعاء في هذه الأيام فإن الله سبحانه وتعالى لا يرد فيها دعوة. عايز أقول لكل إخواني إن هم يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى مرة ثانية. وعايز أختم إن كل إخواننا وكل أخواتنا يدعوا للدكتور حازم شومان، فهي مريضة مرض شديد. يعني عايز أختم إن الكل يدعوا لها بإذن الله بالشفاء والمعافاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم ولجميع المسلمين، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عليه الصلاة والسلام. شكرا جزيلا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيها ويعافيها ويشفي كل مرضى المسلمين يا رب العالمين. يعني فضلت الشيخ سعد، يعني بعدما استمعنا لهذه الكلمات وهذه المشاعر وهذه الكلمات وهذا الدعاء وهذه الأدعية بتجعل الإنسان، أنا وحضرتك ومن يتابعنا ومن يشاهدنا الآن سواء في مصرنا الحبيبة أو في سائر الدول العربية والإسلامية والأوروبية وكل من يتابعنا الآن وهو ينظر إلى هذه الصور وينظر إلى هذه المشاعر وينظر إلى هذه الأمور التي يهفو إليها القلب والفؤاد، تأتي له حسرة، يتحسر على نفسه من أنه ليس هناك، يتحسر على نفسه بأنه ليس موجودا الآن على جبل عرفات، يتحسر على نفسه بأنه ليس موجودا هناك وهو يلبي وهو يلبس ملابس الإحرام وهو يرفع أكف الضراعة إلى ربه وهو ينتظر فرج الله تبارك وتعالى وقبول الله تبارك وتعالى له. اذهبوا فقد غفرت لكم، افيضوا فقد غفرت لكم. ان الحمد والنعمه اقول لك والملك لا شريك. ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد قال لنا واخبرنا أن الله يقول إن عبدا صححت له جسمه وأوسعت عليه في عيشه
تمضي عليه 5 أعوام ولم يفد إلي لمحروم. إيه ده؟ عبدا صححت له جسمه وأوسعت عليه في عيشه، تمر عليه 5 أعوام ولم يفد إلي، فنحن نذهب إلى الله، إلى الله يفد إلي. الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، فإذا دعوه أجابهم. واحدة بواحدة، دعاك فأجبته، فإن دعوته أجابك. وإجابة الله مؤكدة، وإجابة الله محققة. ثم لم يفد إلي لمحروم. أي والله محروم. وأي حرمان أعظم من أن تحرم من أن يدعوك الله ولا تلبيه؟ أي حرمان، أي كسرة، أي مصيبة، أي حسرة، يدعوك وأنت لا تلبي، يناديك وأنت لا ترد النداء ولا تجيب النداء. حسرة، حسرة. روى الإمام ابن حبان والبزار والطبراني بسند حسنه الألباني، حتى يعرف الجميع. أنا أقول لكل من يشاهدنا أو من لا يشاهدنا، تعالى بالله عليك، تعالى اترك ما في يدك، دع ما أنت مشغول فيه، وتعالى واسمع إلى النبي حتى تعرف. يا من قعدت في بيتك، يا من ناداك ربك ولم تلب نداه، يا من قيدتك ذنوبك، يا من أقعدتك دنياك، تعال واسمع أيها المحروم ما فاتك من الخير. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنت في مسجد منى جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف، فسلم وقال: يا رسول الله، جئنا نسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألان عنه، وإن شئتما أمسكت فسألتم فعلت. كلام. نعم. والنبي يعلم الأمة، وهو درس مهم جدا إلى الدعاة والشيوخ. أسأل الله أن يبارك في شيوخنا، آمين، ودعاتنا، وأن يجمع كلمتهم على قلب رجل واحد، آمين، وأن يؤلف بين قلوب الدعاة. كان في ذهني كلام لشيوخنا وعلمائنا، لا نختلف، لأن اختلافنا يفرق الأمة، وإن اختلفنا لا نظهر خلافنا على الفضائيات ولا في الكتب ولا في اللقاءات، كما يفعل كثير من الدعاة، يبدع بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا. تعالوا نتعلم من نبينا في هذا المجلس صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف بمنى، إذ جاء رجلان أنصاري وثقافي، أي من ثقيف، فدخل فسلم وقال: جئنا نسألك. قال النبي: إن شئتما أخبرتكما، وإن شئتما أمسكت فتسألاني فعلت. أمسك وأفعل. فقال الأنصاري للثقفي: تكلم. وهذا من أدب الأنصاري، سمح لأخيه أن يتكلم. فقال الثقفي: بل أخبرنا يا رسول الله. أخبرنا. طب احنا جايين نسأل عن ايه؟ ومن اخبر النبي؟ الله نبأني العليم الخبير. وعندي تصور، انا اريد ان اعيش مع كلام النبي واحاديثه باحاسيسنا، لا بفهومنا فقط وعقولنا، بل بمشاعرنا واحاسيسنا، كأني بالنبي يجلس بين اصحابه في مجلس الخيف. وانتم تعلمون كم الزحام في هذا المجلس، في هذا المسجد، ويأتي الرجلان يسألان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي يكلم بهدوء وصبر. الواحد منا
إذا جاء أحد يسأله في منى يقول له مش فاضي مش فاضي، من شيوخ الدنيا بل من أقل الشيوخ، مش فاضي أنا مشغول، وأغلب شيوخنا يغلق محموله لأنه مش فاضي للأسئلة ولا للكلام. النبي يسمع كلام الأنصاري والثقفي في مجمع من أصحاب النبي ولا يتكلم في هذا اليوم إلا رسول الله، ولا يفتي إلا رسول الله، ولا يتكلم إلا رسول الله، يعني يرد على 100,000 جميعا، ولم يتجر ولم يرد كلمة لأحد ولم يغضب على أحد. جئنا نسألك، حاضر، إن شئتما أخبرتكما وإن شئتما أمسك فتسألان. قال الثقفي بل أخبرنا يا رسول الله. قال جئتما تسألاني عن خروجك من بيتك تؤم هذا البيت وما لك فيه، وعن صلاة الركعتين خلف المقام وما لك فيه، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك بعرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك الهدي وما لك فيه، وعن حلق رأسك وما لك فيه، وعن طوافك وإفاضتك وما لك فيه. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله ما جئنا إلا لنسأل عن هذا. صلى الله عليه وسلم، من أخبر النبي؟ الله، وما ينطق عن الهوى أبدا. صلى الله عليه وسلم قال: نبأني العليم الخبير. أنا أقول الله اهتم بأمر هذين الرجلين وهم جايين يسألوا النبي. أخبر الله عز وجل نبيه، خلي بالك يا محمد، هذول الاثنين جايين عشان يسألوك عن أمر. إيه ده؟ ما كم يقدر الله عبده المسلم المؤمن، بل كم يقدر الله عبده الذي يريد أن يتعلم ويعرف. إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. إن الله وملائكته وإنسه وجنه والطير في السماء والحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم، وليسبحون ويصلون على طالب العلم. فالمعلم والمتعلم تصلي عليه الملائكة، ترضى عنه الملائكة. هذان الرجلان جاء إلى النبي يسألان، عما لهما إذا أديا أو أدى أحدهما الفريضة. ألا أقول لك أخي أختي تعال واسمع إلى هذا الخير الذي حرمنا منه. الله ألا يحرمنا منه. آمين. اللهم لا تحرمنا منه. آمين. ولا تخيب رجاءنا، واشفي أم الدكتور حازم. آمين. واشفي سائر مرضى المسلمين أجمعين يا رب، لا تدخل عليهم العيد إلا وقد شفيتهم وأرجعتهم. آمين. إلى بيوتهم. آمين. يا رب، لا تدخل علينا صباح العيد إلا وقد عفيت كل مبتلى وشفيت كل مريض. آمين. ورحمت كل ميت وعافيت كل مبتلى وأعطيتنا سؤلنا. يا ربنا سألناك فأعطنا. آمين يا رب. آمين. أقول الله يهتم بشأن هذين الرجلين. نعم. ويخبر النبي بشأنهما ويخبرهما النبي، فيقسم الرجل بالله أنهما ما جاء إلا لهذا. قال: أما عن خروجك من بيتك تؤم البيت الحرام، ما رفعت خف إبلك رجلا ولا وضعته إلا كتب الله لك حسنة ومحى عنك خطيئة ورفع لك بها درجة في الجنة. إيش هذا؟ اللي جاي من آخر الدنيا يركب دبته، يركب طائرته، يركب سيارته، يمشي على رجله، يركب على دبته. ما ترفع إبل للحاج رجلا ولا تضع قدما إلا كتب له بها حسنة ومحى عنه سيئة ورفع له بها درجة. في حديث آخر قال عمر أمير المؤمنين: يا رسول الله، أهذا لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال النبي: بل للناس عامة،
فقال عمر كأنه يصيح كأنه يهلل، قال عظم فضل ربنا وفاض. نعم. عظم فضل ربنا وفاض، ذلك فضل الله عليك. نعم. قال ربنا عز وجل وكان فضل الله عليك عظيما. نعم جميل، ربنا يكرمك فضل الشيخ. تفضل تفضل معنا مداخلة. تفضل. معنا الشيخ أيمن صيدح، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا شيخنا الحبيب الله يكرمك. أخويا الكريم الأستاذ ملهم ربنا يحفظك ويبارك في شيخنا الحبيب، ولا أدري من معه على الشاشة لكنني سمعت صوته الجميل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا وللمسلمين في عيدنا. آمين. في وقفة عرفات نناديهم من هنا، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل كل السامعين من الموحدين من أهل هذا الموقف. آمين. وأن يرزقنا وإياهم البركات والرحمات. ولبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، إنه يوم البركات يوم الرحمات، ولله در من قال جلالك يا مهيمن لا يبيد، وملكك دائم أبدا أكيد، وحكمك نافذ في كل أمر، فليس يكون إلا ما تريد. ذنوبي ذنوبي لا تضرك يا إلهي، وعفوك نافع وبه تجود، فهبها لي وإن جلت وعظمت، فأنت الله تفعل ما تريد. فلست على عذاب الله أقوى، فلست على عذاب الله أقوى، وأنت بغيرها لا تستفيد، فنعم الرب مولانا وإنا لنعلم أننا بئس العبيد. فنعم الرب مولانا وإنا لنعلم أننا بئس العبيد. قصصت إلى الملوك فكل باب عليه حاجب فض شديد، وبابك معدن للجود لا من إليه يقصد العبد الشريد. هنيئا لكم يا أمة الإسلام بعيدكم، وأسأل الله جل في علاه ونحن في عرفات الله أن يغفر لكل السامعين والمشاهدين والموحدين، وأبلغ سلامي لكل من هو على درب الحبيب النبي من يومنا هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأسأل الله جل وعلا أن يبشرنا وإياكم كما جمعنا في عرفات الله مع الأحبة هنا، وجمعنا على شاشة قناة الرحمة، أن يذكر بعضنا بعضا يوم القيامة ونحن على أبواب الجنة. قولوا أمين. آمين. وأحييكم من هذه الرحاب الطيبة، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أيمن. نعم. الله يكرمك، يعني هذا وقتها كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا المشهد. نعم. الكريم وهذه الملايين الكل هناك بلباس واحد ونشيد واحد ويعني وكتاب. نعم. واحد، كنتم خير أمة أخرجت للناس، نريد أن نسمع. نعم. من حضرتك، لأن هذا وقتها اليوم. أقول كلمات منها بسيطة حبيب قلب، ربنا يبارك لك ويحفظك، وأعطي فقط فيها المقدمة. أقول سبحان من فضلنا على جميع الناس، سبحان من فضلنا على جميع الناس، وسقانا من معرفته أرواكا، وجعل نبينا أفضل نبي رعى وتات، فلما فضله على الأمة وأنعم علينا بعلو الهمة، قال لنا الله كنتم خير أمة أخرجت للناس، في الأمم مثل أبي بكر الصديق، أو عمر الذي أغص كسرى بالريق، أو عثمان الصابر على مر المزيق، أو علي بحر العلم الغمر العميق، أو مثل حمزة أو العباس، وصدق الله كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما شاء الله، دايما بتهيج مشاعرنا تزملهم باختياراتك الجميلة.
وفعلا الموقف هنا كان يستدعي ان انا انظر للجموع الغفيره دي واقول هذا الكلام، وبقول لك وبقول لاهل مصر ربنا يبارك فيكم يا رب يحفظكم ويحميكم وكل بلاد الامه. ولجدي الحبيب اللي اول مره اقول له جدي على الهواء مباشره، لكن هو حبيب قلبي ربنا يحفظه. السلام عليكم. شيخ ايمن جزيلا. شيخ تنساني؟ انساك ده كلام يعني مش ممكن طبعا. الله يسترك يا رب. وانت والله فكرك والله فكرك والله فكرك والله لا يعني لا تنسني يعني تذكرتك في كثير من المواضع. وانا مثلك لا ينسى يا شيخنا الحبيب. الله مثلك لا ينسى حبيبي. سلم لي على كل من كان عندك واوصهم بالدعاء لنا من حرمنا هذا العام، وسلمنا على كل من عندك. ربنا يكرمك. أسأل الله أن يردكم سالمين غانمين. آمين. وقد طيب الله خاطركم وقبل دعاءكم وغفر ذنوبكم. آمين. ومتعكم بمتعة الحج. آمين يا رب. آمين يا رب. آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. آمين يا رب. شكرا. معنا حبيب قلب الشيخ مسعد أنور هنا هو. تسمعوا بقى. آه طبعا طبعا. الله يكرمك. الله يبارك لك يا رب العالمين. معك فضيلة الشيخ مسعد. تشرفت. بجد صح. السلام عليكم الله. وعليكم السلام ورحمه الله فضيلة الشيخ. الله يبارك. اهلا اهلا. ازيك يا شيخ مسعد؟ ربنا يكرمك. الله يكرمك ويبارك فيك ويتقبل منك يا رب. اللهم امين. يعني شيخنا الحبيب، ماذا تريد ان تقول في هذا اليوم الكريم المبارك وانت في مكان مبارك والكل عند والكل هناك، لباس واحد ومكان واحد ونشيد واحد ونسك واحد في مكان واحد وزمان واحد، الكل يوحد الواحد، ماذا تقول؟ سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه. أقول أولا لك يا أستاذ ملهم ولضيوفك ولكل مشاهدي قناة الرحمة، كل عام أنتم بخير، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم في العام القادم على عرفة. آمين. إنه ولي ذلك. آمين. يا مولاي. آمين. حضرتك كل الناس رب يتوجهون إلى قبلة واحدة ويطوفون حول بيت واحد ويرجون ربا واحدا على اختلاف ألوانهم وأشكالهم ولغاتهم. ماذا أقول في هذا؟ أقول نحن أمة واحدة ذات رسالة خالدة. يوم أن عمل المسلمون بقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فادوا العالم وكان الكل يحسب لهم ألف حساب. ويوم أن أصبحنا دول ودويلات ودب بيننا النزاع جاءنا الفشل الذي حذرنا الله منه عندما قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. غير المسلمين استوعبوا الدرس وتوحدوا فصارت لهم شوكة. نعم. يقولون الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. هل التفت الناس إلى كلمة المتحدة 51 ولاية يا أستاذ ملهم؟ نعم. توحدوا فصارت لهم شوكة. النهاردة الاتحاد الأوروبي، لاحظ الاسم، الاتحاد الأوروبي توحدت أوروبا عسكريا فصار عندهم الناتو، وتوحدوا اقتصاديا فصار عندهم اليورو. أكرمني الله عز وجل قبل الحج بشهر بزيارة فرنسا وألمانيا والنمسا وسويسرا. لا يوجد الآن بين هذه الدول حدود يا أستاذ ملهم. نعم. بالسيارة تستطيع أن تخرج من النمسا إلى ألمانيا إلى سويسرا. متى سيأتي على المسلمين يوم يخرج فيه المسلم من مصر إلى ليبيا من غير تأشيرة؟ يسافر فيه الشام إلى أرض الحجاز من غير تأشيرة؟ متى سنفعل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ أسأل الله عز وجل أن يجمع أمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على القرآن والسنة الذي قال فيهما نبينا محمد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. طب فضيلة الشيخ مسعد، يعني أستأذن حضرتك في شيء مهم جدا. أنا بستأذن حضرتك أن ترسل رسالة الآن إلى كل مريض يتابع على الشاشات
شاشات الفضائيات ويرى هذه المشاعر، وهو يبكي ويتألم من قلبه بأنه لا يقدر، مش على يعني ليس على الذهاب إلى السعودية وإلى عرفات، ولكن لا يستطيع النزول من على سريره، من على سرير المرض. ماذا تقول له؟ رسالة خاصة إلى كل مريض، ماذا تقول لهم؟ أولا أنا كان لي حلقة كاملة في برنامج رسالة اسمها رسالة إلى مريض، نعم، فأنصحه أن يسمع أسمعها. نعم. لكن أقول لكل مريض من الصالحين أبشر، فوالله ما ابتلاك الله إلا لأنه يحبك. ونبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أن أعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه وإيمانه. أبشر أيها المريض، أبشر برفعة الدرجات، أبشر بتكفير السيئات، أبشر بأنك مع الله والله معك. الله يقول في الآخرة لمن تكاسل عن عيادة المريض: عبدي مرضت فلم تعدني. يقول كيف ذلك وأنت رب العالمين؟ يقول مرض عبدي فلان فلم تعد، أو ما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. أبشر أيها المريض بمعية الله، أبشر برفعة الدرجات، أبشر بتكفير السيئات. وأقول لكل من حرم الحج في هذا العام لمرض أو لفقر، أقول له: هل أبشرك ببشريات تجعلك تحصل على ثواب الحج وأنت في بلدك؟ نعم. انوي أن تحج في كل عام، وخذ بالأسباب، فإن تعذر عليك الوصول أخذت الثواب كاملا بنيتك. والنبي قال: إنما الأعمال بالنيات. والنبي عندما عاد من تبوك قال للصحابة: إن بالمدينة أقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العزر. ولله ضر القائل: يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا. إن أقمنا على عذر وعن كمد، ومن أقام على عذر كمن راحا. ثم أوصيك أن تصلي الفجر في جماعة، وتجلس في مصلاك على ذكر الله، وتأتي بركعتين بعد الشروق لك بها حجة وعمرة تامة تامة. ثم أوصيك بدروس العلم، فإن النبي صح عنه أنه قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلم، كان له كأجر حاج تاما حجته، كان له كأجر الحاج تاما حجته. أبشر، فإن الله عز وجل كريم ورحيم ورحمن. وأنا أظن النهاردة كل من ذاق طعم الإيمان فرحان، اللي عرف فرحان لأن الله اصطفاه واجتباه واختاره، ونسأل الله القبول. آمين. والبعيد صائم، وللصائم فرحة عند الإفطار، ثم يوم عرفة يوم لا يعتق ربنا فيه العباد من النار في أي يوم كيوم عرفة. فأبشر أيها المصري، يا من حال بينك وبين الحج المرض أو الفقر، أبشر، الله يحبك. وانوي نية خيرة، واجتهد في الدعاء، ولك الأجر كاملا إن شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا شيخنا فضيلة الشيخ موسى قمر، شكرا جزيلا. والعام القادم يبقى على عرفة سوا أستاذ ملهم إن شاء الله. وأنا الشيخ مسعد وفضيلة الشيخ سعد عرفات. ها؟ حبيبنا حبيبنا وسيدنا الشيخ سعد. ده كلام، ده احنا اصحاب حبيب قلبي. ربنا يبارك فيك يا رب. اللهم امين. ازيك يا حبيب قلبي، وحشني. خصني بدعوه، الله يعزك ويبارك فيك. اسال الله ان يبارك في عمرك. آمين. وان يبارك في عملك. آمين. وان يبارك في علمك. آمين. وان يبارك في دينك. آمين. وان يبارك في عافيتك. آمين. وزوجتك ومالك واهلك وولدك. آمين. وان يكتب لك في يومنا هذا العتق من النار. آمين. آمين. اللهم اعتق الشيخ سعد عرفات وأستاذ ملهم من العتق ومن النار. آمين. اللهم اكتب لهم ولكل مشاهد الرحمه والعاملين فيها في يومنا هذا العتق من النار. اللهم اجمعنا مع الأطهار الأبرار الأخيار في الفردوس الأعلى. آمين. من غير سابقة عذاب ولا حساب. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، حبكم في الله، ربنا يحبك. شكرا جزيلا شيخ موسى أنور، شكرا جزيلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لحضرتك.
نعم شكرا جزيلا. يعني هستأذن حضرتك هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نعود إن شاء الله. نلبي الله خالقنا ونرجو العفو والجنة، نصلي الظهر والعصر ونقصر هذه الصلوات ونسمع خطبة عظمى ذرفنا الدمع والعبرات، خطيب الحج في نمرة يحذرنا من الشهوات.